اول ضيف معي فنان غاب مده طويله وهلا رجع، ضيفي الفنان زياد غصن. هاي هاي هلو كيفك؟ سلامة منيح؟ كيفك شرمون؟ حبيبي زياد غصن. نعم. وين هالغيبة؟ والله الغيبة مراحل كتير صار لها للغياب، يعني حروبة الحرب لبنان غيبنا، وسفر أمريكا وكندا قعد فترة طويلة شي 13 سنة، ورجعنا قبل الكورونا، يعني شو مرة العالم بتغيب وبترجع. صحيح، عالم عم بتغيب وترجع. هلا في كتير عالم يمكن بصير عم بيشوفوك عم بيقولوا هالاسم مش غريب، شايفين هالوجه مش شايفين هالوجه 100%. خلينا نشوف الغنية اللي تبعولتك اللي ضربت بوقتها، يلا بركي رجعوا بيتذكروك. يلا يلا. لو يبقى من عمري يوم حالي بدي بكيكي، ورح حرم عينيك النوم تترشيني دفيكي. لو يبقى من عمري يوم حالي بدي بكيكي، ورح حرم عينيك النوم تترشيني غفيكي. انت يا ست الاحباب ما ترسي لص الحباب، انت يا ست الاحباب ما ترسي لص الحباب، يا خيبة املي فيكي يا خيبة املي فيكي. لو يبقى من عمري يوم حالك بدي بكيكي، رح حرم عينيك النوم تترشيني غفيكي. هيدا اكيد انت؟ هيدا انا اكيد انت. احسك احسك عم تقول لي عم تقول لي انه هيدا انت بس مش انت. هيدا انا بس مش مغير كثير. مش مغير كثير. وين حط شوارد بدي اشوف. حبيب قلبي هيدا اي سنه؟ هيدي سنة ال 95. 95 كسرت الارض هيدي وقتها غنية. هيدي وقتها عملتني زياد غصن. من بعدها اختفيت. ومن بعدها بشي سنتين اختفيت. اختفيت بس انا حضرت واختفيت. خلينا نحكي قبل، رح نحكي شوي. رح نحكي. زياد غصن. نعم. خريج ليالي لبنان. ليالي لبنان قديم كثير انا بس أي سنة؟ كنت صغير. ما بتذكر. ما بتتذكر؟ بالثمانينات يعني اكيد. بالثمانينات اذا بدك. ايه بالثمانينات. مع الله يرحمه المخرج مكرم حنوش. صحيح. طلعت بوقتها بالاغاني محمد عبد المطلب وكارم محمود. وبلشت صغير انا اساسا. ودغري بلشت مع الفنانين غني رفقت كبار. رفقت نجوى كرم، رفقت مادونا. كثير نجوى كرم كان بعدها بداياتها، مادونا اكيد كان بعدها الليدي مادونا بعزة معلوم. وهلا اذا بترجع تنزل كمان بتضل بعزة بعد عسل الله قلبه عن جد. من فتره شفتها على التي في روعة. بعدها منوره روعه منوره. كمان رفقت الكبير العظيم. ملحم بركات. ملحم بركات. ملحم بركات 13 سنه انا وابو مجد الله يرحمه ترابه. وبالفتره اللي غبت فيها امريكا كندا كنت طل، بس اوصل فتره زمنيه يتبلش الحرب دغري امشي. أخذت أربع ألحان من ملحن بركات. أربع ألحان من ملحن بركات؟ أربع ألحان. نزلت من بعد لو يبقى من عمري يوم، نامي بشوفك بمنامي، بوعى بشوفك قدامي. هيدي نزلتها كمان فترة حرب ما أخذت حقها. بس في هلا أربع أغاني مسجلون على أيام المرحوم ملحن بركات. رح نبلش ننزلهم هلا. ايوه والعاني. بس خلينا نقول لو يبقى من عمري يوم هي الحان كلمات توني خديج والحان سمير الصفير. اوكي. انت عندك اربع الحان من الكبير ملحم بركات. نعم. يعني مثل اذا بدك واحد عنده مصاري وكنز راح ضبهم بدل ما يستثمر فيهم ويزيده. مثل ما وقتها جينا هلا من برا. أي. قبل الثوره والكورونا كنا جايبين كنز ضبانين عند بالبنك. بلا نقول عند مين هولي راحوا. هلا في كنز مخبى راح نفجره ان شاء الله اذا الله بيريد بنقدر نعمل شيء. هلا اربع اغاني مسجلين هولي مسجلين خالصين من كلمات مين؟ كلمات توفيق بركات والحان الموسيقار ملحم بركات. اوكي. شو راح ينزل منهم؟ راح ينزل نسمع. طيب هلا بنسمعها اذا بدك. اعطيتهم ايام البحبوحه. اعطيتهم ايام البحبوحه. دوا القلوب المجروحه ولمن برمت في الحالي، كانوا بحبي صوت عالي
صارت أصوات المبحوحة ونسيوا أيام البحوحة. رح نسمعها أنا وياك، بس قبل بدي ضيفك كافيليوكس 2 إن 1 سي إن 1 كابوتشينو 3 إن 1 3 إن 1. نحن عم نعب، نحن عم نحضر الكافيليوكس، رح نسمع الغنية. يلا فيك تغني معها إذا بدك. يلا عطيتم أيام البحبوحة ودواء للقلوب المجروحة، عطيتم أيام البحبوحة ودواء للقلوب المجروحة، ولم انضل في الحال الكان بحب صوت عالي، أصوات مبحوحة وصارت أصوات مبحوحة ونسيوا أيام البحبوحة، عطيتم أيام البحبوحة ودواء لقلوب المجروحة، أيام البحبوحة. نعم هاي البحبوحة أكيد رح الناس رح تيجي تنزلها السوشيال ميديا إذا الله بريد، رح يتصور لها فيديو كليب. رح يتصور لها فيديو كليب كمان. أصلاً لحن مبين سبحان الله عن جد. ألحان ملحم يعني هيدي هلأ لازم تنزل لأنه الوضع اللي نحن فيه بيتطلب هالأغنية. بس في ثلاثة هي راحت أيام البحبوحة يعني، في ثلاثة كمان ويا الله يرحمه الله يرحمه أكيد. ويلا بتمنى لك التوفيق حبيبي. لكن زياد غصن رجع على الساحة إذا الله بريد. تبهوا حبيبي. في موضوع بدي احكي فيه انا وياك. نعم. شوي بعيد عن الفن، مش بعيد. نعم. عن الفن يعني له علاقه فيك. نعم. بس هيك مثل غير لك حياتك. نعم. بسنه 2020 عملت عمليه. نعم. وصار معك حادثه حلوه. رحنا بالكوما، رحت بالكوما. مش الكوما الحادثه الحلوه يعني. خبر. عملت عمليه، خضعت العمليه وصار في معي نزيف، رحت بالكوما 14 يوم. فالإيمان كبير باختصار يعني، ظهر مرشار بالعلي وعيني رجعت على الدنيا. فقررت أعمل له ترتيلة، وعملت له ترتيلة وطلعت شهدت بمرشار بالمعنى. أكيد طلعت قدمت شهادتي وعجوبة. كانوا شايلين إيدهم منك الحكماء؟ إيه كانوا شايلين إيدهم مني 100%. والحمد لله الأمور كلها بخير والصحة رجعت أقوى من قبل بكتير. فحبيت اعمل ترتيلي لمر شربل وعملنا له اياها ونزلت. هلا الحمد لله احلى شيء بالخبريه انه انت صرت منيح. كتر خير. ثاني شغله انه شفت مر شربل نيه. الحمد لله الحمد لله. سمعنا الترتيله يلا رح نختم فيها. يلا. طبيب السما شربل والارز احتمى بشربل والعمر انسمى لشربل تيحمي لبنان. طبيب السما شربل والأرز احتمى بشربل والعمر انسمى لشربل تيحمي لبنان. صليت قلبك موعود ترجع تتلاقى بالله، اسمك بالعالم موجود خط هالدني كلام. صليت قلبك موعود ترجع تتلاقى بالله، اسمك بالعالم موجود خط هالدني كلام. درب السما طلوع طلوع نجوم الليل شموع شموع، درب السما طلوع طلوع نجوم الليل شموع شموع، محبوبك انت يسوع عبلدي سهران. طبيب السما شربل والارز احتمى بشربل والعمر انسمى لشربل تيحمي لبنان.
ويحميك. ميرسي ويحمي الكل يا رب. ويحمي كل اللبنانيين. لك هديه من كافي لوكس. ثانك يو ثانك يو. واهلا وسهلا فيك. ميرسي كثير. بالساحه الفنيه مجددا. الله يخليك. يلا بقوتكم وبقوه الله ومار شربيل رجعنا على الفن. الحمد لله. يلا بنطلع بريك بريك وبعد البريك ضيفه اكيد ناطرينه. وينه؟ وصل؟ وصل الضيف؟ خلينا بريك يلا.